قبل ما اسيب حضراتكم عايز بس اؤكد على بعض الحقائق وانفي بعض الشائعات التي تثار حول جامعه دمنهور. ابدا من الاخر للاول، اخر يعني شائعه ان جامعه دمنهور هترجع تاني تنضم وتبقى تبع جامعه اسكندريه. انا بنفي هذا الخبر تماما شكلا وموضوعا، وحتى من الناحيه المنطقيه ان هذا الخبر او هذه الشائعه يعني مش متركبه زي ما بيقولوا. فالامر ده ما بيحصلش، والعكس هو اللي ممكن يحصل، ان لو في فرع لجامعه اسكندريه اسمه دمنهور ينفصل ويبقى جامعه مستقله، وهذا هو الامر القائم حاليا ان جامعه دمنهور جامعه مستقله بذاتها. ده واحد. اتنين، الخبر الثاني كان برضو اشيع من فتره حول تحويل الدكتور عبيد صالح لمحاكمه عسكريه بتهمه سرقه ابحاث وما الى ذلك. انا بنفي هذا الخبر تماما، وان هذا الخبر عاري تماما عن الصحه وليس له اي وجود. الخبر الثالث اللي انا عايز انفيه مع حضراتكم، كان من فتره محارب رسلان جاء مكتبه بصحبه طبعا قوه امنيه، طبعا كانوا عايزين بعض الملفات والكلام ده، وكان هو موجود وقال لزمايله احنا زي الفل او انا زي الفل وبس بياخدوا مننا شويه حاجات وطالع قريب. برضو انا بعتبر دي شائعه، وبعتبر دي من يعني ضرب من ضروب الخيال ان محارب رسلان هيطلع قريب وهيطلع زي ما بيقولوا من الشعره من العجين، زي الشعره من العجين. لا، الكلام ده مش حقيقي، والكلام ده مجرد كلام في الهواء، بدليل ان تم تجديد حبس محارب لسان 15 يوم مره ثانيه على ذمه التحقيق، والمره اللي جايه اعتقد انه يتم التجديد يا 15 يا 45. وانا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، ان القضيه دي برضو يعني في بعض الديول بتحاول انها تشيع ان محارب رسلان راجع. لا، الموضوع مش بالسهوله بمكان ان هو شكرا احنا اسفين على ناسف على هذا الخطا، انت طلعت كويس يا محارب روح انت تمام التمام. لا، احنا بنتعامل مع هيئه كبيره جدا مش بتتكلم ولا بتصدر قرار ولا بتصدر بيان ولا بيتم القبض على ناس الا بدلائل وبراهين وبقرائن. فمحارب رسلان الكلام اللي هو اشاعه ده انا بعتبره على سبيل الشائعات والفرقعات التي يعني لن تغني ولن تسمن عن جوع. وفي النهاية القضية شغالة والقضية بتزيد، ولو كانت القضية بادئة بملفات قد كده، الملفات دلوقتي قد كده وهتزيد وهتبقى أكتر من كده. اتكلمنا معاكم في ملفات زي كلية الطب، زي الهندسة، حاجات كتير مسؤول عنها محارب رسلان. هي دي اللي أنا حبيت بس إن أنا أبدأ معاكم. نبدأ بقى في رسائلنا المهمة جدا، يلا بينا نشوف رسائلنا النهاردة لمين. عايز بادئ زي بدء كده اتوجه برساله للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم باعمال عمل وزير الصحه. طبعا عارف ان المجهود على حضرتك كتير والتركه ثقيله في وزاره الصحه، كان الله في عون حضرتك، ولكن ارجو من حضرتك نظره هامه ودقيقه لجامعه دمنهور. جامعه دمنهور مرت بعده عواصف واخرها الزلزال الاخير اللي تم بالقبض على رئيس الجامعه ومحارب رسلان ومحمد الحاج، وايضا استتبعوا القبض على الدكتور حسين مطاوع وامل محمود، وقد يكون يعني الحبل على الدرار، بل هو مؤكد يعني ان هناك من هم قادمين او قادمون في الطريق. لذا يتوجب علينا ان نضع النقاط على الحروف، بمعنى هل الدكتور عبد الحميد السيد هو الذي سيقوم بالفتره الانتقاليه؟ يبقى طالب من حضرتك ان انت تطلع خطاب بهذا المعنى. حد تاني يبقى حد تاني يظهر ويجي معاه الخطاب بتاعه يتولى الامر، لان الجامعه الان في اشد يعني ما تكون الى التطوير والاصلاح واصلاح ما افسده الاخرين. بغير معقول ان الامر يعني بقاء ديول الفساد سيرضي حضرتك. شكرا سياده الوزير وارجو يعني الافاده. ننتقل للدكتور عبد الحميد السيد، كل تحيات وتقدير لحضرتك. لما بنتكلم مع قيادات وزاره التعليم بيقولوا والله الكوره في ملعب الدكتور عبد الحميد، يعمل ويورينا ويعرض. طب يا جماعه ممكن الاجهزه يكون لها وجهه نظر؟ قال لك الاجهزه ممكن يتم التنسيق معاها. وفي المقابل انا بقول الاجهزه، من سيرضى ببقاء ديول الفساد اذا هو صاحب مصلحه، وكلامي للجميع. من سيرضى ويرتضي بقاء ديول الفساد بجامعه دمنهور اذا هو مستفيد مما كان قائم. ملهاش حل تاني، لا حل تاني. يبقى حضراتكم قولوا لي لا دي لها حل تاني وفي حاجات انت مش واخد بالك منها، وعلى الرحب والسعه ورقمنا للتواصل مع حضراتكم. دي رساله. الرساله الاهم بقى ان احنا عندنا شركه زي ما قلنا اسمها ويل باور، دي المفروض ان عقدها ينتهي قريب ان لم يكن يعني خلاص شارف على الانتهاء. لماذا لم يتم طرح هذا الامر في العلن واتاحه الفرصه لكل الناس وكل الشركات المحترمه للتقدم
بعطاءاتها وبالتقدم يعني بالارقام اللي ممكن والمواصفات اللي الجماعه عايزاها، لان الوضع دلوقتي مختلف يا عم يحيى. بالمناسبه هو مقر شركه ويل باور فين؟ المقر اللي تقدم ليه في حته اسمها شبرا في دمنهور، والمكان والشقه اللي موجودين في الكلام ده اتضح ان الموضوع ملوش وجود، واصحاب المكان نفسهم بيقولوا لا احنا لا نعرف ويل باور ولا نعرف حد ولا اجرنا لحد، والقضيه شغاله وسنعرض القضيه وهنعرض كل حاجه على حضراتكم في حينها. طب اذا كان شركه ملهاش وجود اساسا اسندنا لها امر، يبقى نكمل معاها والنيل اخبارها ايه؟ احنا محتاجين شفافيه، وده دور الدكتور حسين طبعا، الدكتور عبد الحميد السيد طبعا، واحنا يعني بنثق في هذا الرجل في المرحله الانتقاليه. بس ارجع واقول يا جماعه، ما هو يعني اللي كان بيغش في اللبن سهل انه يغش في الشقه عادي، يعني مش الغش في اللبن حرام. مش في كان في روايه كده عن سيدنا عمر لما كان بيتحسس الرعيه ووجد ست بتقول لبنتها غش اللبن، قالت لها امير المؤمنين نهى عن غش اللبن بالماء، قالت لها وامير المؤمنين يرانا، قالت لها ان كان لا يرانا فان رب الامير المؤمنين يرانا. وفي روايه اخرى انه زوجها لاحد ابنائه. واللي كتب على الجهاز المركزي للمحاسبات لما قدم ملاحظات وقال احمد عبد الرؤوف مش عندي، احمد عبد الرؤوف مش على قوتي، احمد عبد الرؤوف لا يمثلني. المفاجاه احمد عبد الرؤوف لازال في الشركه. تخيل حضرتك، احمد عبد الرؤوف لازال في الشركه، هو بعده شويه ولكن هو موجود في الشركه. بالمناسبه جزء امل محمود بيشتغل فين؟ امل محمود مديرة المشتريات ومخازن بجامعة دمنهور، واللي قامت باسناد الامر ليحيى صدقة في شركة ويل باور. جوزها فين يا فندم؟ بيشتغل فين؟ والله تصدق بيشتغل فعلا معاهم، بس مش في الجامعة. بس على فكرة هو يعني ابعاده من الجامعة مش لاسباب عشان ما يقولوش جوز امل بيشتغل معانا، لا ده الاسباب تانية باسم يعلمها ونحن ايضا نعلمها، وهنتكلم عنها في حينه. هنتكلم عنها والله، لا هنتكلم عنها وبوضوح وبالاسماء. في ناس تانية كانت بتقول مش عارف المشتريات والمش، لا احنا هنتكلم بالاسماء وبالوقائع وبالناس اللي كانت بتخش يعني معلش عفوا تحت المكاتب. ماشي، فاكرينهم عواطف؟ طب فاكرينهم يلا احنا عايزين نفطر يا جماعه، بس نفطر جمبري، ها مش هنفطر حاجه تانية. كل حاجه هنتكلم فيها يا جماعة. احنا كل صغيرة وكبيرة في جامعة دمنهور عندنا. الرسالة اللي بعد كده للقائمين على جامعة دمنهور وتحديدا الدكتور عبد الحميد السيد، يا دكتور معهد البستان اللي كان مفروض القائم بعمادته الدكتور حسين مطاوع، تم تفتيش مكتب الدكتور حسين بالجامعة، ولكن الدكتور حسين له عدة مكاتب طبعا، يعني ما هو ده مش اي حد. انا برجو من حضرتك بتشكيل لجنة ولجنة عاجلة لفحص ملفات البستان، لان هناك تكويم لبعض الملفات، وكان هناك من يريد حرق هذه الملفات وتم حرق جزء او بعض منها، زي ما الناس حرقت في الجامعه وياسر الدهش دخل والكلام ده. في ناس في البستان عايزه تحرق مستندات كتير ومكومينها، وفي اجزاء اتحرقت في بعض الاماكن، تمام كده؟ واسالوا يعني الناس اللي موجوده هناك. وبالمناسبة احنا يعني قريب لنا وقفة مع حد هناك اسمه سعيد خميس، بيروح يوم او اتنين في الاسبوع وبيوقع لوالده وبتاعه كده، وحدوتة كبيرة، بس دي حاجة كده فرعية. خلينا في المهم، ولو مكتب تاني دكتور حسين مطاوع في كلية العلوم عند طبعا الدكتور الهامي تربيس الراجل المحترم عميد كلية العلوم، هذا الرجل الاستاذ المحترم الذي نقدره. ارجو من حضرتك ايضا يعني بتشكيل لجنة يعني تعرف لنا المكتب ده فيه ايه بعد اذنك، على غرار ما تم بمكتب الدكتور مطاوع في اداره الجامعه. يبقى مره ثانيه البستان وكليه العلوم، ده يعني كده رسالتنا لمن يهمه الامر. وبالمناسبه يعني لو رجعنا تاني للشركات سواء ويل باور او النيل او الكلام ده، طبعا احنا ذكرنا اسماء قبل كده زي الاخ ياسر، وفي اسماء تانية بقى بس دول عايزين صبر ايوب يا اخ يحيى الاخوين، ها
عايزين صبر ايوب، احنا ممكن نشتكيك ليهم لو عايز، ايه رايك؟ عشان بس تعرف ان احنا والله كل صغيره وكبيره عندنا، بس عشان تبقى عارف. ودلوقتي انت في ناس كتير بدات ان انت تزودها وتزود اعداد العمال وتزود اعداد الامن. طب بالمناسبه بقى، ايه اخبار الناس اللي بتوقع في الجامعه وفي مستشفى كفر الدوار في وقت واحد؟ يا جماعه، ناس بتوقع امن بيوقعوا في الجامعه، موقعين في الدفتر في الجامعه ان هم موجودين، والورديه بتاعتهم دلوقتي مثلا ليل، ومفروض خلاص الجامعه كده مطمئنه ان في ناس ورديه امن شغاله فيها حسين ومحمود وابراهيم، وحسين ومحمود وابراهيم في ذات الوقت موجودين في مستشفى كفر الدوار المركزي. يعني تقريبا هم طالعين بدورين، يعني نص يبقى في جامعه دمنهور ونص في مستشفى المركزي او في ابو الريش او ما الى ذلك. يعني اخبارهم ايه؟ تحب نعرض دفتر الحضور هنا والحضور هنا في نفس ذات الوقت وبنفس اليوم في ساعته وتاريخه؟ هنعرضه، وانت عارف طبعا الكلام ده مش محتاج ان انا اقوله لك. يعني اخر حاجه بقى، الصول حسن. انتوا تعرفوا ان هو عقيد؟ لا، دي تهمه جديده بقى تستوجب محاكمه عسكريه. ما احنا مستعدين نودي الملف للامانه العامه وهي تتصرف. حضرة الصول بلاش كده. فاكر المحل اللي انت كنت فاتحه؟ كنت بتبيع ايه؟ فاكر؟ في صحتك يا سيدي ولا يهمك. المهم نلم نفسنا شويه. وفي حد كده برضو كده معاهم وليل نهار معاهم، نوسة نسرين. يا ست نسرين، خليك في شغلك، ما تحاوليش توراتي نفسك ازيد من اللازم، مش هقول اكتر من كده. وطبعا الحبروك، وما ادراك ما الحبروك، هي مين له اسهم في الشركه دي حبروك؟ صحيح تعرفش تقول لي كده التوزيعه؟ مين له اسهم في الشركات دي؟ مين اللي بياخد حصص شهريه من الشركات دي؟ انت عارف ولا تحب اقول لك؟ نأجل كلامنا دلوقتي وبيننا كلام تاني ان شاء الله. دي يعني تقريبا كده مجمل الرسائل بتاعتنا، وان شاء الله كده معاكم مستمرين. برضو هعرفكم الاخ يحيى لما كان في فاستر كان بيشتغل ايه ومرتبه كان كام، ومن التريسيكل للكيا سيراتو يعني رحله كفاح، بس هي مش كفاح برضو بمعنى كفاح، يعني هي رحله تانية يعني. ولكن لكل حديث اكتفي بهذا القدر، واشوفكم الحلقه الجايه. الى اللقاء.